الكرم اللي بغينا والمحسن يمنع فينا يكفينا مكتمش واطن مواطن من حقه باش يعيش يكفينا مكتمش واطن مواطن من حقه باش يعيش يكفينا مكتمش واطن مواطن من حقه باش يعيش يكفينا مكتمش مواطن من حقه باش يعيش يكفينا متمش مواطن من حقه باش يعيش وكنا كلنا حاقدين بتوريرت تحية لكل المواطنات والمواطنين في هذه الوقفة النضالية التي نخلد فيها الذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير المجيدة والتي نخلدها هذه السنة في ظل وضعية جائحة كورونا والتي مرت على هذه الحركة 10 سنوات بالتمام والكمال والتي قامت بالأساس بالدعوة إلى القطع مع الاستبداد والفساد والتغيير السياسي الذي يضمن الحد الأدنى من الديمقراطية السياسية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. الشعب يريد إسقاط الفساد. الذي يضمن الحد الأدنى من الديمقراطية السياسية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية في اختيار من يدير أمور الحكم والشأن العام. هذه الحركة لم ترفع قط لواء مطالب فئوية أو موسمية أو ذات طابع خاص قطاعي، بل رفعت سقف ذات المطالب لنضال مجال النظام والمنظومة على حد سواء. فإن الشروط التي أدت إلى إطلاق حركة 20 فبراير لا تزال قائمة، حيث يرجع لها الفضل في بث وعي احتجاجي جديد وسط المغاربة تبلور في مسيرات واحتجاجات سلمية وحضارية تعبر عن مطالبها المشروعة في مختلف المجالات، فمن خلال الشعارات التي رفعته الكتاب مطالبنا اجتماعية معاركنا سلمية كما قلت وعي احتجاجي جديد وسط المغاربة تبلور في مسيرات واحتجاجات سلمية وحضارية تعبر عن مطالبها المشروعة في مختلف المجالات. وأفنيدق مؤخرا خير دليل على ذلك، فتحية من هنا من مدينة توريرت لرفاقنا وللجماهير الشعبية بمدينة الفنيدق. وتحية لإيطاليا الفنيدق الأبية. والفنيدق الأبية. فمن خلال الشعار الذي رفعته الكدشة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التنظيم والنضال، تأتي هذه الوقفة للتعبير عن مواقفنا الثابتة من القضية الوطنية وكذا القضية الفلسطينية، والتي تتجلى في الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني البطل من أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس
وضد كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وفلسطين عربية سحقا سحقا للرجعية. فلسطين عربية سحقا سحقا للرجعية. وفلسطين عربية سحقا سحقا للرجعية. فلسطين عربية سحقا سحقا للرجعية. إذن رغم مبادرة الدولة خلال الجائحة للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية عبر إحداث صندوق الدعم، غير أن التداعيات على الطبقة العاملة والشعب المغربي ما زالت مستمرة والإجراءات المتخذة لم تكن كافية. فخلال سنة 2020 فقد أكثر من 432 ألف عامل مناصب عملية. فرفع شعار الدولة الاجتماعية من طرف الكدشة لم يكن اعتباطيا، بل كان جوابا على ما أفرزته الأزمة من اختلالات بنيوية عميقة على كل المستويات، كما تم التأثير على أولوية الحفاظ على مناصب الشغل وحماية الأجراء، وما وقع مؤخرا بمدينة طنجة واستشهاد 28 عامل وعاملة خير دليل على ما نقول. إنما وقع بمدينة طنجة هو عندنا حتى احنا في مدينة توريرت المعامل اللي عندنا هناك معامل ليست بسرية، إن لا نقول بأنها معامل سرية، وإنما هي معامل غير مرخصة وغير معترف بها. فقط ليس لأننا ما كنقولوا شي حاجة ماشي سرية، لا يعقل بأننا احنا انشرنا بأن عندنا وقفة ولكن كل واحد ما عمل حقه سري، وهذا سمحولي إذا كتقولوا لي سري سمحولي. الآن في مدينة التوريط عندنا معامل فيهم عمال غير مصرحين لدى صندوق الضمان الاجتماعي. عيب وعار في القرن هذا القرن أن هاد العمال غير مصرحين. معامل سرية ولا حقوق لا تغطية. 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 إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية يعتبر من أهم أسس بناء الدولة الاجتماعية الضامنة للكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما نندد بتجميد الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي واستمرار التضييق على الحريات العامة ومن بينها الحريات النقابية. فشعار محاربة الفساد والاستبداد والمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ما زالت له راهنيته لحد الساعة. فالمقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة المغربية في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية في ظل ما يعيشه الشعب المغربي اليوم من احتقان اجتماعي وإحساس بالإهانة والدنيا وتراجع القدرة الشرائية بسبب تجميد الأجور والارتفاع الصاروخي للأسعار والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم وشغل وسكن إلى آخره. الفوسفات وجوج بحورة وعايشين عيشة مقهورة. الفوسفات وجوج بحورة عايشين 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 عيشة مقهورة. وذلك من خلال إخراج صوت المنتقدين والمحتجين، حيث أن مجموعة من الشباب وراء القضبان بأحكام وغرامات قاسية انتقامية، كل هذا في ظل اقتصاد تبعي ينخره الفساد والرشوة والتهرب الضريبي ومناخ حقوقي يتسم بالقمع الممنهج لحرية الرأي، الاعتقالات المتتالية، منع حق التظاهر، وما وقع اليوم هذا اليوم في عدة مدن تطوان، فنيدق، الناظور، طاطا، لخير دليل على ذلك أن هذه الوقفات منعت. ما يوقف مسيرة شعب ولا قمع لا إرهاب. ما يوقف مسيرة شعب ولا قمع لا إرهاب. ما يوقف مسيرة شعب ولا
قمع لا إرهاب وما يوقف مسيرة الشعب. وكذلك قمع حرية الصحافة ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان. ونحن اليوم نخلد الذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير المجيدة، إذ يحيي نضال الشعب المغربي من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية. فإننا نطالب بإطلاق فوري لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف شرادة زاكورة الفنيدق وباقي المعتقلين، كما نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقل الرأي ومحاكم في المقابل نطالب والمعتقل السياسي صراح الفوري المعتقل السياسي والصراح الفوري المعتقل السياسي. فبدل أن يحاكم المسؤولين يحاكم الجماهير الشعبية التي تطالب بلقمة العيش. نجدد الالتزام بالدفاع عن المطالب الجوهرية لحركة 20 فبراير ودعم كل الحركات الشعبية في مختلف المناطق في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي. فتحية نضالية عالية لكل الجماهير الشعبية الحاضرة معنا. تحية لكل المجد والخلود لشهداء حركة 20 فبراير، المجد والخلود لحركة 20 فبراير. تحية نضالية عالية لكل الإخوان.